اتخرجت سنة 67 كلية حربية وبيسموها دفعة الموت. لما اتخرجنا طلعنا على سينا كلنا، كل الدفعة بتاعتنا راحت على سينا كلها واحنا ملازمين. بعد ما خلصت الحرب في 67 طبعا لا كان معنا بندقية ولا كان معنا أي حاجة. فرجعنا الكتيبة بتاعتي، أنا اتخرجت على الصاعقة، الكتيبة بتاعت الصاعقة كانت في بورسعيد، كتيبة 103 صاعقة اتحقت بيها. وتقريبا يعني أول ما بدأت كان العدو الأسري كان وصل الأنطرة شرق في هذا التوقيت اللي هي تقريبا كان أواخر شهر 6 وبداية شهر 7، كان بيبتدي يجس النبض. طبعا الضفة الشرقية كلها كانت محتلة عدا الجزء اللي هو كان في بور فؤاد ما كانش محتل، فابتدى يطلع عناصر استطلاع عليها يستكشف المنطقة دي. القوات بتاعتنا ما استكشفت الكلام دوت، ابتدت عشان تصد، لان طبعا لو وصل بور فؤاد يبقى خلاص احتل مدخل قناة السويس الشمالي كله، واحتل الجنوبي السويس خلاص شغل قناة السويس بقى لو عايز شغلها. فكان مهم قوي الحتة ديت ان هم ما يتقدموش في ناحية بور فؤاد. كان في كتيبة صاعقة كاف 43 صاعقة كانت موجودة في هذه المنطقة عند كيلو 17 ترقيم القناة، القناة بيعتبر بالترقيم ليها ترقيم قناة، وعملت له وقفة هناك في المنطقة ديت. واحنا الكتيبة بتاعتنا طلعنا عدة كماين من اول كيلو 37 اللي هو منطقة الكاب في طريق بورسعيد، وانا عملت كمين عند كيلو 25 500 ترقيم قناة اللي هي منطقة اسمها منطقة التينة. طبعا كان الغرض من الكماين ديت كلها نخفف الضغط على القوات الاسرائيليه، نعطلها في السكه وعدم تقدمها في اتجاه بور فؤاد، لان طبعا هناك الناحيه التانيه الناس تعرف ان هو شريط ساحلي عريض يمكن عرضه ترابي من ايام حفر قناه السويس، مش اسفلت، مفيش غير ردم وتحتيه القناه تقريبا بعرضه حوالي 4 متر 5 متر وبعدين قناه السويس نفسها، فهي حته قد كده. فلما اتعمل الكمين على قد ما قدرنا ان احنا عطلنا القوات الاسرائيليه انها تستمر في الاتجاه بور فؤاد، والحمد لله مع قوات الصاعقه اللي كانت موجوده هناك لم يتقدموا، يعني وقفوا عند كيلو 10، وقفوا قبل بور فؤاد قبل بسبع 10 كيلو، وبالتالي هي الوحيده بالتوفيق بور فؤاد ما حدش دخلها في هذا التوقيت ابدا.